العزيز براده يجعل مشجع الجزيره يرفع راسه. الله 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 الله، ضربه ثانيه ممتعه لمصنعه الجزيره في مرمى الظفره، هدف يظفر به الجزراويه الان، هدف ثاني في المباراه، غيرت الاتجاه، تعشق الاتجاه باتجاه المرمى. محمد علي قلوب تباغته، تغالط الكرة الماضية، تصطد في عبد الرحيم جمعة، هدف لمصلحة عبد العزيز برادة يسجل في هذه اللحظات، هدف ممتاز لمصلحة الجزيرة، ضربة ثانية في المباراة، الكرة بترجع لمخيط تيوب، لاحظ اللقطة ولاحظ المحاولة ولاحظ الهدف الرائع جدا بعد أن باغتت المباراة وباغتت الكرة أيضا محمد علي غلوم، وبالتالي هدف ثاني لمصلحة الجزيرة. جوسيني دا سيلفا اللاعب البرازيلي يتحدث لها حكم مباراة السيد محمد عبد الله، احتكاك